أصدقائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. المرأة شريكة الرجل في جميع المجتمعات، فهي تشاطره القرار على المستويين العام والخاص. ما هو وضع المرأة في المملكة العربية السعودية؟ هل تم تفعيل دورها في المجالات المختلفة علميا وعمليا؟ وهل حصلت على حقوقها كاملة؟ قضايا ومحاور نناقشها مع الدكتورة هتون الفاسي، أستاذ تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود. مساء الخير دكتورة هتون. أهلا بك. والأستاذة سمر فطاني الإعلامية السعودية. مساء الخير أستاذة سمر، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قبل ما نبدأ بس خليني أذكر مشاهدينا بسؤال استفتاء الليلة، كان يقول: دور المرأة في المجتمع السعودي، هل هو هامشي، فعال أم ضعيف؟ أكيد ننتظر دائما مواصلتكم في فقراتنا المختلفة. دكتورة هتون، بداية إحنا نتكلم عن دور المرأة في المجتمع السعودي، كيف تنظرين إلى هذا الدور إلى الآن؟ في الواقع أنه دور المرأة حتى الآن يعني لابد أن نكون نحن واضحين، نتكلم يعني عادة الواحد يبدأ بالإيجابيات حتى نكون منصفين، ونقول أنه فيها في حالة تقدم، في حالة تغير تحسن، في عندنا قرار سياسي أصبح جادا وأصبح يعني على مستوى التحديات اللي بتواجهها البلاد سواء داخليا ولا خارجيا، وعلى مستوى الاحتياجات اللي الاقتصادية للبلد، وضرورة إشراك المرأة في اتخاذ القرارات، وضرورة إشراك المرأة في قطاع الأعمال إلى آخره. فهذه كلها نواحي تعتبر جدا إيجابية، واللي طبعا قرار مجلس الوزراء 120 هذا يعتبر واحد من يعني نتائج ومؤشرات هذا الاتجاه. نعم. لكن هذا لا يعني أنه إحنا وصلنا إلى المبتغى، يعني ما زالت المرأة السعودية مواطنة من الدرجة الثانية، وما زالت تعامل كقاصر، وما زالت تحتاج إلى توسيع مجالات العمل لديها ومجالات التعليم، وما زالت تحتاج إلى أيضا النظر في قضاياها الحقوقية بشكل أكثر عمقا. نعم. أستاذة سمر، يمكن دكتورة هتون ذكرت موضوع قرار مجلس الوزراء بخصوص المرأة اللي يحتوي على 9 بنود مختلفة، منها كان يمكن ضم جهات حكومية مختلفة لأقسام نسائية تقوم بأعمال المرأة، منها يمكن دخولها في تراخيص وأخذها وحصولها على تراخيص من الدوائر المختلفة في المملكة، يمكن تدريبها وتأهيلها بشكل مختلف. برأيك تفعيل هالقرار إلى أين وصل؟ مع أن القرار الآن له تقريبا سنة. يمكن طبعا احنا شويه يبغالنا سرعه في هذا الموضوع، والاساس هي دور المراه في هذا الشيء. يعني لابد انها تطالب بهذا الشيء وتحلل الموقف اللي هي فيه. بعض النساء الى الان القرار موجود لكن الى الان ما فعلوا، فالى الان لا يجب يكون في المحرم او الوكيل الشرعي. الوكيل الشرعي إلى الآن موجود، مثلا قرار أنه تجدوا لها عمل بالنسبة في تراخيص في الأماكن في الأسواق وغيره من من اللي سبب الإعاقة أستاذة سمر؟ هل المرأة في عندها قصور أن هي ما طالبت بحقوقها ولم تبدأ تطالب يمكن بتفعيل القرار مع أنه نشر ومع أن الناس بدأت تعرف عنه، أو الرجل يتباطأ يمكن في تنفيذه؟ أنا ما أظن أنه هو مفروض أن ننطع اللوم على الرجل. المرأة لابد يكون هناك follow up، يجب هناك تشجيع للمرأة، تطالب بحقوقها، تدافع عن الموقف. إذا كان هناك في قرار سياسي بهذا الشيء، فاللي ما يفعله يكون هناك شكوى، يكون هناك مطالبة. فأظن أنه يعني إحنا في مرحلة انتقالية الآن، ويجب علينا انه يعني انا بحاول اجد كلمه مناسبه لايدنتيفاي، ان احنا نجد المراه اللي ممكن تكون في اماكن قياديه، اللي تعرف حقوقها واللي تعرف واجباتها والطريقه والسبل للمطالبه ب القرار وتفعيله. نعم. دكتورة هتون، تفعيل هذا القرار كان يمكن يتضمن تأهيل المرأة، يعني برأيك ومن خلال ممارستك في عملك في الجامعة، هل برأيك بدأت بالفعل المرأة تكون مؤهلة أنها تعمل في مجالات مختلفة؟ والله حتى يمكن المجالات البسيطة. والله يعني ما الانسان ما بيولد وهو متعلم كل حاجه، ولا بد دائما ان يعني ان تتاح الفرص للتدريب والتاهيل، وهذه احدى المطالبات اللي مطالب بها مش فقط للمراه، للرجل ايضا.
يعني حتى خريجي حتى رجالنا ليسوا مؤهلين للقيام بكل الوظائف، حتى بالرغم من انه عندهم تخصصات يعني اوسع بكثير من تخصصات المراه. لكن عودة الى ما فعل من هذه القضايا او ما غير ما فعل، يعني من المهم انه ندرك انه في إشكالية أنه القرار السياسي بيكون على مستوى القيادة بيكون جدا متقدم، لكن لما نيجي عند التطبيق والتنفيذ نيجي إلى جهات لا تدرك كيف يمكنها تنفيذ ذلك، أو أنها نظرتها قاصرة، فبالتالي وغير مدى وهي نفسها ما عندها خبرة ولا تدريب ولا تأهيل، فبالتالي تنظر إلى هذه القرارات بنظرة يعني تقليدية من وجهة نظرها المعتادة اللي ما التي لا ترى انه المراه يعني يحق لها ان تاخذ كل هذه الصلاحيات. يعني على سبيل المثال عندنا قضيه اللجنه حقت اللجنه المكلفه في وزاره من وزاره العمل بالتعاون مع وزاره التخطيط لوضع خطه عامه للمراه السعوديه ضمن الخطه المستقبليه يعني الخمسيه القادمه، حتى الآن لم نسمع عنها أي شيء. يعني أنا سمعت بس لما يقولوا طراطيش كلام إنه في والله لجنة ما مش كلها مؤهلة في هذه التخصصات تضع خطة ما. تقصدين لجنة وطنية نسائية؟ لا لا لا، حاجة خاصة بوزارة التخطيط، ما هي في كذا نقطة. واحدة من النقاط فهذه مثلا لا يعني جزء من المشكلة إنه ما في شفافية في تجعلنا ندرك أين وصلنا في تطبيق هذه النقاط. ولكن هذه مشكلة يعني الآن لنا سنة كاملة ما زلنا في نفس المجال. يعني عندك قرار مجلس وزراء، قرار جدا قوي إيجابي رائع ووزع على كل الوزارات، وأمرت جهات معينة زي مثلا وزارة العمل، وزارة التخطيط، وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تقوم بأداء دورها في توسيع مثلا وظائف عمل المرأة في هذا القطاع وذا القطاع. أمرت بأنها تنظر في مثلا يعني قضايا الأمومة، ومثلا توسيع مجالات إعطاء إجازات أمومة مثلا زيادة، وما إلى ذلك من كثير من القضايا. إيش اللي سوته بعض الوزارات؟ مثلا وزارة العمل كان عليها الجزء كبير من العبء، عينت بعض الاستشاريات أو المستشارين اللي لم يعني ما لم تحدد لهم مهمة القيام بهذه الدراسة أو بتفعيل هذه البنود، وإنما فقط وضعت للاستشارات العامة. يعني المشكلة إنه ما كونت لجنة متخصصة مهمتها تتابع تنفيذ هذا القرار، يعني لم تؤخذ القرارات بشكل جدي، هذه هي القضية. ولأنه أيضا من يقوم بالمتابعة ومن يقوم بوضع هذه الخطط كلهم من الرجال اللي لا يعرفوا مجتمع وسط النساء ولا يعرفوا من هن المؤهلات وما هي الكفاءات الموجودة في البلد، على الرغم أنه في كفاءات عندنا على جميع المستويات وعلى مستوى حتى دولي وعالمي. ويعني تدرك أو تعرف بالصدفة في بعض الأحيان، لكن ما بيقدروا. لكن حتى الآن يعني هي بس يعني الواحد يختم إنه لزلنا عند مشكلة التنفيذ، الجهات التنفيذية ليست على نفس مستوى القرارات حقت القيادة. نعم دكتورة هاتون. أستاذ سمر، يعني أنشئت أكيد اللجنة الوطنية النسائية لمجلس الغرف وتكونت وتأهلت الآن، يعني سواء من ناحية الموظفات اللي موجودين فيها أو من ناحية يمكن تفعيلها كوجود لجنة، ولكن هل تم تفعيل دورها كإنجازات كمهام قامت فيها وبدأ بالفعل الناس يعرفونها؟ يعني هذه واحدة من النتائج اللجنة الوطنية لسيدات الأعمال اللي هي تابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية، هذه تعتبر واحدة من النتائج اللي لواحدة من البنود التي كلفت بها وزارة العمل. نعم. او كلفت بها الغرفة التجارية. نعم. يعني قامت ببعض الاجتماعات، اعتقد يعني لو انكم تقوموا بالاتصال باحد الناس يعني اللي هم عضوات في هذه اللجنه ممكن يفيدونا بشكل اكبر اذا كان بالفعل قاموا بدور حتى الان او لا. اكيد معنا على الطرف الاخر احدى العضوات وهي نائبه رئيس اللجنه.